هذا وتقوم مختلف محافظات المملكة بجهود حثيثة في إطار التعامل مع الحالة الجوية الراهنة، وللاطلاع على تلك الجهود وتحديدا في المحافظة الشمالية معنا من هناك الزميل طلال نايف. مرحبا بك زميلي طلال، ولو طبعنا طلال في صورة آخر التطورات حيث أنت. نعم، أنا متواجد الآن في المحافظة الشمالية وبالتحديد في شارع الجنوبية، حيث هناك فريق مختص يتعامل مع حالة الطقس التي تشهدها مملكة البحرين. اليوم أثبت فريق البحرين على تكاتف وتعاضد الفريق من جميع الجهات المعنية في فترة سقوط الأمطار التي تشهدها اليوم المملكة. وللحديث أكثر عن تفاصيل ينضم إلي الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة أو بالمحافظة الشمالية. لو نتكلم اليوم عن الإجراءات التي قمتم بها في المجلس للتعامل مع حالة الطقس. احنا هذا موضوع الأمطار هي جوانب موسمية، ونحن نخطط لها قبل الأمطار، قبل فترة طويلة نضع خططنا المشتركة مع الأعضاء، ندرس الخطوات اللازمة ونحدد المواقع الأساسية التي تتضرر بالأمطار، وبناء عليها نرفع هذه المقترحات إلى الجهات المختصة. عندنا وزارة البلديات، عندنا الجهاز التنفيذي، وعندنا وزارة الأشغال، فكلهم نضع خططنا المشتركة ونجتمع معهم أساساً وندرس المسارات العملية لمواجهة الطوارئ في حالات أن يكون في هناك طوارئ للأمطار، لأن أحياناً تحصل مفاجآت في مثل هذه الحالات كما شهدنا في البحرين. وبالتالي نحن وضعنا خططنا، وبإضافة لذلك لها الخطط نقوم بجولات ميدانية. معي نائب الرئيس كانت معي في جولات ميدانية في مناطق المحافظة الشمالية في عدة أيام قبل هذه الأيام، قبل هذه الأمطار الأخيرة. فنحن قمنا مشطنا المناطق كلها، خاصة المناطق الحيوية الأساسية التي تعرضت لأضرار في الأمطار التي سبقت هذه الأمطار. وبالتالي نحن نريد بهذه الجولات أن نحدد المسالك العملية في مسألة تفادي أضرار كما حدث في المطر السابق. وأعتقد نحن بنينا رؤية واضحة، وبناء عليه نحن تواجدنا الآن في هذا اليوم بكافة طاقاتنا مع الجهاز التنفيذي ومع الأشغال في سبيل مواجهة المخاطر التي ممكن أن تعرض لها المواطنين، و الشوارع الرئيسية خاصة والمناطق التي يعيشون فيها السكان في سبيل تأهيلها. هذا هو الأساس، هذا البرنامج الاستباقي معنا. دكتور، اليوم منذ ساعة الصباح الأولى في الحقيقة رافقتكم اليوم كاميرا مركز الأخبار في جميع أرجاء المحافظة، هناك جهود جبارة تبذل من قبلكم. لو توضح للسادة المشاهدين ما هي الجهود التي قمتم بها اليوم من خلال هذه العدسة؟ لا نخفي عليكم أن احنا منذ الصباح ومعي نائب الرئيس دائما من الصباح نتواصل مع بعض، عاملين غرفة عمليات بيننا وبينها، تواصل، هي تتواصل في جهة وأنا أتواصل في جهة، الأعضاء البلديين نتواصل معهم في سبيل معرفة أين تجمع الأمطار التي تحتاج لتدخل سريع. وبالتالي نحن بدأنا منذ الصباح مع الفريق، معنا هذا الفريق منذ الصباح الباكر كانوا هم موجودين هنا، قعدوا في هذه المنطقة قاعدين في الليل، ما ناموا لحد الآن، ما ناموا على فكرة. وبالتالي نحن حريصين على أن نوفر الظروف المناسبة للمواطنين، للأهالي صباح غد أن يكون الشوارع مهيئة، صباح غد عمل. وبالتالي حرصنا المواقع الاستراتيجية أن تكون مهيئة، هذا الشارع من الشوارع الاستراتيجية اللي يشهد ازدحامات، الموقع اللي رحنا فيه عند مدرسة جابر بن حيان موقع مهم جدا، المواقع الداخلية اللي موجودة في المناطق أيضا بحاجة لإزالة الأمطار. وأنا أعتقد أن البلدي الجهاز التنفيذي والأشغال يقومون بأعمال جبارة وبأعمال فوق طاقاتهم، يعملون ليل نهار. والإعلام وزارة، يعني صراحة احنا شاهدنا كيف تدخل الإعلام في هذا الأمر، وهذه دعم لنا ومساعدة لنا، ونشكركم على هذا الجهد.
دكتور، اليوم في ظل تواجد هذه الأمطار الغزيرة اليوم على مملكة البحرين، لا شك أكدت منذ قليل أن يوم غد يوم عمل رسمي. ما هي الرسالة اليوم اللي توجهها للأهالي، للمشاهدين، للمستمعين من خلال هذا المنبر؟ رسالتنا للأهالي نقول لنا نحب أن نوجهها أن يثقون في الأجهزة التنفيذية، يثقون في الأجهزة. هناك طبعا تكون منعطفات في واقع، لكن هناك جهد وحرص في معالجة هذه الأضرار. هناك رسالة نريد أن نوجهها. بعض الأهالي يفتحون غرف تفتيش الصرف الصحي، وهذا مسألة خطيرة، راح تدخل الأمطار في داخل المنازل. إضافة لذلك البعض يربط مواسير البناء، مواسير المياه تبع المنازل في الصرف الصحي، وهذا مسألة خطيرة جدا، أولا مخالفة قانونية، بعدين تشكل خطر. نتمنى من الأهالي أن لا يقدمون على هذا العمل، وأنا أقول هذا الكلام لأن عندي تجربة وأعرفها أن حدثت أحد الأفراد ربط هذه المواسير بغرفة المجاري المنزلية وفاضت عليه في البيت، وبالتالي نحن نوجه أن الأهالي الآن يأخذون الحيطة والحذر من هذا الموضوع. شكرا دكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي على هذا الحديث المطول عن الأمطار وجهودكم التي تبذل في مكافحة أو التصدي عن هذه الظاهرة التي تشهدها مملكة البحرين. طبعا نؤكد للسادة المشاهدين من هذا المكان على تكاتف فريق البحرين والمجلس البلدي في المحافظة الشمالية وتعاضده مع جميع الجهات المعنية في تذليل العقبات. وكما ترون هذا الشارع الحيوي غدا هو يوم عمل رسمي. نؤكد أيضا على الجهود التي تكللت بالنجاح، وبإذن الله سوف نوافيكم في تقارير في نشرات الأخبار وعودة. للزملاء في استديو مركز الأخبار. شكرا لك زميلي طلال نايف، وشكرا لضيوفك الكرام.